أهلا وسهلا بكل التلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور. إذا في إطار الاستعداد للامتحان الموحد المحلي للدورة الأولى للمستوى السادس ابتدائي، غنشوفوا مقترح لامتحان مادة الاجتماعيات للدورة الأولى للامتحان الموحد للمستوى السادس ابتدائي. إذا خدمنا قبل التاريخ والجغرافيا، نخدمه مكون التربية المدنية. وبالنسبة للمقترح تلقاو على شكل PDF في الوصف. إذا السؤال الأول، اكتب أمام كل عبارة أحد التعابير التالية: حق، واجب، مسؤولية. إذا التنقل بحرية من البيت إلى المدرسة، تعرف قواعد المرور واحترامها، يعبر الطفل عن رأيه بحرية، احترام الرأي الآخر. إذا التنقل بحرية من البيت إلى المدرسة، إذا هذا حق، إذا بحال حق التعليم، حق السكن، إذا هذا حق. تعرف قواعد المرور واحترامها، إذا فهذه مسؤولية. إذا نكتب هنا مسؤولية. إذا يعبر الطفل عن رأيه بحرية، إذا عندما يعبر الطفل يعني التعبير عن الرأي بحرية فهو حق. إذا احترام الرأي الآخر فهو ماذا؟ فهو واجب، يعني احترام الآخرين فهو واجب. إذا عندنا التنقل بحرية من البيت إلى المدرسة حق، تعرف قواعد المرور واحترامها مسؤولية، يعبر الطفل عن رأيه بحرية حق، إذا احترام الرأي الآخر واجب. إذا غنمشيو دابا السؤال الثاني، معنى تعريف معنى الحياة الخاصة للشخص. إذا هي كل المعلومات التي تخص الشخص، هي كل المعلومات التي تخص الشخص، إذا هي كل المعلومات التي تخص ماذا؟ تخص الشخص. إذا كل المعلومات التي تخص الشخص، إذا هذه المعلومات وله الحق في تقرير نشرها، إذا وله الحق في تقرير، إذا في تقرير ماذا؟ نشرها، نشرها، إذا في نشرها، ومن يستعملها، وعلى الآخر احترام هذه الخصوصيات. إذا تقرير نشرها واستعمالها، إذا له الحق في تقرير نشرها، ومن سيستعملها، ومن سيستعملها، ومن سيستعملها، ومن سيستعملها، ومن سيستعملها، وعلى الآخر احترام هذه الخصوصيات، وعلى الآخر احترام هذه الخصوصيات، احترام هذه الخصوصيات. إذا معنى الحياة الخاصة هي كل المعلومات التي تخص الشخص وله الحق في تقرير نشرها ومن سيستعملها، وعلى الآخر احترام هذه الخصوصيات. إذا أرتب مراحل إعداد ميثاق القسم. سؤال ثالث، أرتب مراحل إعداد ميثاق القسم التالية. إذا نخصص في أسفل الورقة المقومة كان لتوقيعنا، نصنف قواعد الميثاق إلى ما نلتزم بتنفيذه وما نلتزم بتجنبه، نضع نصف الميثاق في مكان مناسب يراه جميع المتعلمين، نسجل قواعد. بالنسبة أول حاجة بالنسبة للترتيب، نصنف قواعد الميثاق إلى ما نلتزم بتنفيذه وما نلتزم بتجنبه. ثانيا، نسجل قواعد الميثاق التي اتفقنا عليها على ورق مقوى. إذا ثالثا، نخصص في أسفل الورقة المقوى مكانا لتوقيعنا. ورابعا، نضع نص الميثاق في مكان مناسب يراه جميع المتعلمين. إذا دابا أشارك بمقترحات في وضع ميثاق قسمنا. شنو هما المقترحات اللي ممكن تقول؟ إذا نكتب الحضور في الوقت، مثلا الحضور في الوقت، إذا الحضور في الوقت. المحافظة مثلا على نظافة القسم، إذا المحافظة على نظافة القسم، إذا المحافظة كذلك على الوسائل التعليمية، المحافظة على بحال الصبورة، بحال هكا الحواسيب إلى آخره، إذا المحافظة على الوسائل التعليمية. ومثلا زيدوا مثلا احترام الأساتذة وباقي المتعلمين، احترام الأساتذة وباقي المتعلمين. إذا اقتراحات فقط، ممكن نزيدوا اقتراحات أخرى. الحضور في الوقت، الحضور، إذا الحضور في الوقت، المحافظة على نظافة القسم، المحافظة على الوسائل التعليمية، احترام الأساتذة وباقي المتعلمين. إذا كان هذا هو مقترح ديال التربية المدنية أو التربية على المواطنة. إذا نتمنى نكون فدتكم، شكرا وإلى اللقاء.